تم تسيير دورية مشتركة شاركت فيها أربع عربات من الجانب التركي وأربعة من التحالف بوساطة الولايات المتحدة الأمريكية وعبرت من قرية الرفة باتجاه قرية العيساوي باتجاه قرية زعزوعة وهم في طريقهم إلى محيسن ومن بعدها إلى القنيطرة وتم رجوع العربات التركية إلى مكانهم ضمن الأراضي التركية فكان العمق 9 كيلومتر تقريبا وكان الطول بحدود 45 كيلومتر تقريباً.